ها 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 فيك شيء؟ في حموات؟ في حموات؟ لا لا يما بس ابي بيزات. انا كم مره قلت لك لا تقعدني الا اذا في حموات. قلت لك باكر يلا عاد باي. والله انك ذيب بس بعد هذه زوجتك خل تولي كل شيء انا كل شيء انا. تبيني اغسل الحمام، تبيني اغسل الثياب، واليوم تبيني اغسل الصحون. قلت لها اليوم مو دوري. والله دكتور حق مسخن شوف لي حل. انت بعد بتقولها كبره؟ لا تحميله. يما صاير كم زاوي يتحرك. انت ايش خايف؟ انت مو بريال؟ هذه ما فيها ريال مو بريال، هذه يطير. تعرفيها شنو يطير؟ الحمد لله. وليش نقول الحمد لله؟ تنتظر يقول لك يرحمك الله وتعرف الجواب؟ لا برا. باقي على نهاية الامتحان 45 دقيقة. باقي 25 دقيقة. باقي 24 لا باقي 23 دقيقة و35 ثانية. ايش فيك انت سندرتني؟ عينك على ورقتك انت وياه. انت اللي هناك. السلام عليكم. شوي شوي يا شباب، هلا نشوف نستمع اليوم امتحانات شوي شوي بشويش حبه حبه. ها شوي شوي يا شباب شوي بالتلفون ما عليه بس نتبدل الاوراق. لا 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 ترى والله ازعل وامشي امشي. اي كملي كملي سمعتك. ايه ايه لحظه شوي. فهميني شلون صار الحادث يبا؟ ما ادري شلون سوى الحادث يبا، الرصيف طلع علي والدوار وقفت قدامي. اوقات شو ما اول ما دشيت على ربعي شافوني باللحيه كلهم حط الدياي في الفرن بسرعه. زين فلا لا ما راح يعني ما انا ما سويت شيء. الجلاس انكسر. المهم يا اخوك انا ما اعطيني وقت قاعد اسولف معاك. شيل الدياي اللي يحترق. استاذ برا الحمام بسرعه. حبيبتي انا طالع تمرين بشيء. ام بكيوت حبيبي كيوت، تجيب لي ماي مع الكاميرا. تفضل حبيبتي. ام بكيوت الغرشه كيوت صغيره كنت كوت كيوت. ام بكيوت الجوت كيوت ازرق في نقاط. ام بكيوت الكف. وانا عندي طالبه في الامتحان اول ما استلمت الورقه قامت ترجف تقول مو عارف شيء مو عارف. انا اللي عندي خش البراشيم تحت دفته اولها مو قاعده تشوف. عندي اثنين صبيان يخشون من بعض الدوائر ما يرنا نسوي الامتحان نموذجين. الو اهلين اسالك سؤال، ايش معنى انا بالذات؟ صدقين ما ادري بس يعني احساس انك غير. انا بعد حسيتك غير، احسك انسان نظيف مو عندك هالسوالف. ولا ترى انا كلش ما اكلم صبيان؟ كنت حاس. تصدق ان البنات اللي كانوا يمي كلهم يكلمون صبيان عندهم بوي فرند؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله الذي عافانا. احبت اموت فيك. استغفر الله. شرب لك؟ لا والله رجيم مخفف. عمي في الهاء اعتبر اليوم مو بندي. احذر اخي المسلم، احذر من هالاشكال اللي تخرب الرجيم. ما في شيء اسمه اوبن داي، ابتعد عنه. اركض 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 اركض. قوم يا يما قوم وراك مدرسه قوم. انت ما ينفع معاك لابوك. هاي للحين ما قام. اكو جاهز الولد؟ ما تستحي على وجهه صحن الجيمات مال العاب اللي احنا رجعتنا. My name is Ahmed.
أحمد شريف and I will talk today about marketing.